أهلا بكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم. إعداد مهندس كرول سيفعل. في حلقة النهاردة هنكمل في الإلكتروميكانيكال سيستم، وهناخد أمثلة على الدي سي موتور مع اللود. هناخد تقريبا 3 أمثلة إزاي أجيب لهم ترانسفير فانكشن كنمزجة أو موديلينج للإلكتروميكانيكال سيستم. أخذنا في الفيديو السابق المنحنى ده، قلنا يهمني النقطة دي اسمها تي ستيل على محور تي ام، والنقطة دي اسمها اوميجا نولود على محور الاوميجا. وقلنا ان دي ترانسفير فانكشن اللي انا عايزها. قلنا الريشيو كي تي على ار اي اللي هي موجودة هنا، وبجيبها ازاي؟ عبارة عن تي ستيل اللي هي قيمة النقطة دي على الاي اي، وقلنا لازم التي وحدته نيوتن متر، ووحدة الاوميجا لازم تبقى راد بير سكند. وقلنا كمان الثابت التاني موجود في ترانسفير فانكشن اسمه كي بي، هيبقى اي اي على اوميجا نولود. اوميجا نولود اللي هي النقطه دي، وشرحنا في الفيديو السابق المسميات ليه كانت كده، وقتها عند النقط دي ايه اللي بيحصل عمليه. وقلنا كمان ان الاي اي لازم وحدتها تبقى فولت، والاوميجا وحدتها راد بير سكند، وبالتالي حصلت على الثابت ده وده وعوض بيه هنا. هيبقى عندي مشكله جي ام والدي ام دي بتيجي من اللود عندي، وشكله بيبقى متوصل ازاي مع الموتور، هل في تروس ولا لا. نشوف امثله. المثال اللي قدامي ادي مديني الكيرف اهو، النقطة دي هنا تي وحدته نيوتن متر وحدة صحيحة، اوميجا راد بير سكند وحدة صحيحة. النقطة دي 100، يبقى دي تي ستيل 150، دي النقطة دي ايه؟ الاوميجا نولود، وال 50 فولت ده الاي اي. نروح بعد كده للرسمة، ده عندي الموتور وادي مقاومته اللي هي ار اي، الدائرة المكافئة للموتور، متوصل مع لود انرشيا جي، في ترس هينقل الحركة للود تاني، اللود التاني اسمه جي 2، عندي هنا اللي بيدور بسيتا ال. وبالتالي الترانسفير فانكشن اللي هو عايزها عايز سيتا ال على اي اي، سيتا ال موجوده في البرانش الاخير، اما الاي اي هو الانبوت بتاع الدايره عندي. فبالتالي قبل ما ابتدي احل، افرض عندي ان البرانش اللي متوصل مع الموتور دائما وابدا وثابته سيتا ام، هتعدي الانرشيا، يبقى هنا بعد الانرشيا مباشره سيتا ام، هعدي الترس هنا تبقى سيتا ال، خد نفس الرمز، يبقى سيتا ال، تمام؟ في الحته دي تعدي الانرشيا تبقى سيتا ال، يبقى هنا البرانش ده هيدور بزاويه وحيده اسمها سيتا ام، البرانش ده بيدور بزاويه وحيده اسمها سيتا ال. نرجع تاني نستدعى الترانسفير فانكشن عندنا والمنحنى. المنحنى ده اللي انا كنت شارح عليه من شويه، قلنا ان الكي تي على ار اي بتيجي ازاي؟ عباره عن تي ستيل على اي اي. تي ستيل بكام؟ من على المنحنى هنا 100 على 50 فولت يطلع لي قيمتها 2. والكي بي بتساوي ايه؟ اي اي على اوميجا نولود، الاي اي ب 50، الاوميجا نولود من النقطه دي اللي هي هنا عندي على المنحنى قيمتها 150، تخلص دي تطلع بتولت، وكده حصلت على الثابت الاول والثاني. فاضل عندي الجي ام والدي ام، هجيبهم عندي من اللود. اول حاجه استدعينا الرسمه ثاني، قلنا ان الجي ام والدي ام هي الايكويفالنت امبيدنس للسيستم كله، بحيث ان انا انقل كل البرانشات عندي للبرانش اللي متوصل مع الموتور، يبقى انقل كل البرانشات للبرانش اللي متوصل مع الموتور. عن البرانش اللي متوصل مع الموتور اللي هو البرانش ده هيدور بكام؟ بسيتا ام، وقتها طبق اي اي كانبوت، يبقى انا هشتغل على البرانش الاول. يبقى وقتها هنا زي ما اتعلمنا في الجيرز التروس، هكتب جي ام دي ام، انت شغال على انهي برانش؟ انا شغال على البرانش الاول، يبقى في الاول هنا بكتب الامبيدنس خاصه ببرانش واحد. برانش واحد هل في جي؟ اه في جي اللي هي جي واحد. هل في حاجه مع الترس بتاعه هنا في الجزئيه دي؟ لا ما في جي، يبقى هي جي واحد بس. هروح للدي، هل في دي في البرانش واحد؟ اه في اللي هي دي واحد. هل في حاجه تاني؟ لا، يبقى هنا جي واحد دي واحد. فاضل ايه برانشات تانيه؟ اه ده فاضل برانش اتنين، يبقى هنقول برانش اتنين لبرانش واحد، يبقى هقول برانش اتنين لبرانش واحد، يبقى انت شغال على برانش اتنين، يبقى هقول امبيدنس برانش 2. امبيدنس برانش 2، بص على الرسم، عندي الجي، هل في جهات على الرسم؟ اه في جي 2. هل في دهات؟ اه في دي كام مع الترس؟ دي 2، يبقى هنا هتبقى جي 2 دي 2. ما تنساش انت هتحول 2 لواحد، يبقى انا شغال بين برانش 2 وبرانش 1، هشتغل على الترس ده. الترس ده يبقى انا عايز نسبه التحويل بتاعته، اجيبها ازاي؟ يبقى اقول ان برانش 1 على ان برانش 2، ان برانش 1 اللي هي ان 1 على ان برانش 2 اللي هي ان 2، واربح. طبعا كده مفيش حاجه تاني في الرسم، ابتدي اعوض على القيم دي، لان القيم دي هو مدهاني على الرسم هنا، اعوض عنها. بعد التعويض عنها بالشكل ده طلعت لي الجي ام ب 7 والدي ام ب 12. هستدعى ترانسفير فانكشن بتاعتي، ادي ترانسفير فانكشن الكي تي على ار اي، انا حصلت عليها في السلايدات اللي فاتت، الكي بي حصلت عليه، الجي ام والدي ام اهو، ابتدي اعوض. هعمل ايه دلوقتي؟ هجمع 12 زائد 30 هيطلع لك ثابت هنا، هنلاقي هنا 7 اس، تمام؟ هاخد 7 عامل مشترك من المقام، يبقى هاخد 7 كده في المقام عامل مشترك، يبقى هتبقى هنا اس بس. الثابت اللي هيطلع هنا ده هاخد منه 7 عامل مشترك، يبقى اقسمه على 7، طول ما هاخد 7 من حاجه يبقى اقسمه على 7، فعلا 3 في المقام لما
كمان تضربها في 7 في المقام تطلع 21 اهي. السبعه اللي هنا دي مش موجوده هنا، يبقى دي مقام. طب ايه رايك لما اسحبها مقام البسط؟ صح، يبقى دي ترانسفير فانكشن النهائيه اللي اسمها سيتا ام على اي اي. سيتا ام على اي اي، نرجع للمطلوب، هل هو طالب سيتا ام على اي اي؟ للاسف هو طالب سيتا ال على اي اي، يبقى في مشكله هنا. يبقى طريقه حلي لازم اجيب سيتا ام على اي اي، بعد كده اروح ابص للمطلوب، المطلوب سيتا ال. يبقى هنا محتاج ان انا اشيل سيتا ال واعوض عنها بدلالة سيتا ام. هي كام سيتا ام؟ هيطلع ثابت سيتا ام على اي اي، ما سيتا ام على اي اي انت جايبها فوق، اضربها في الثابت يطلع الناتج اللي انت عايزه. تعال نشوف الكلام اللي انا قلته. يلا كده، انا عايز سيتا ال بدلالة سيتا ام، يبقى استدعى القانون بتاع السيتا اللي احنا شرحناه قبل كده. هنا هكتب سيتا ال، هنا تبقى سيتا ام. سيتا ام الان هنا تبقى ان مين؟ تبقى ان واحد، لان سيتا ام معاها ان واحد، تبقى ان واحد على ان اتنين. بعد التعويض سيتا ام ان واحد على ان اتنين، عوضت بالقيم طلعت سيتا ال بتساوي تلت سيتا ام. ده المطلوب، سيتا ال بتساوي ايه هنا؟ بتساوي تلت سيتا ام، يبقى اشيل سيتا ال واقول تلت سيتا ام. طب ما انت سيتا ام على ايه ايه عندك ترانسفير فانكشن انت جبتها، يبقى تلت في الترانسفير فانكشن اللي انت حصلت عليه، تضرب تلت في البسط تطلع ترانسفير فانكشن بالشكل ده، وهي دي القيمه النهائيه اللي هو عايزها. نروح لمثال اتنين، ادي الكيرف عندي هنا 5 تي وحدته نيوتن متر، تمام. هنا النقطه دي اوميجا نلود 600 على باي ار بي ام، الوحده المفروض تبقى راد بير سكند، يبقى محتاج احولها. الاي اي 5 فولت فولت، تمام. بعد كده اروح ابص على الرسم، هنا مديني موتور ومطبق على اي اي، هيبتدي بعد كده هينقل الحركه عن طريق ترس وترس تاني، وهيتوصل بلود عند البرانش الاخير بنسميها سيتا 2. هو عايز سيتا 2 على اي اي، يبقى سيتا 2 على اي اي دي ترانسفير فانكشن اللي هو عايز. هفترض عندي الستات، يبقى البرانش مع الموتور دايما سيتا ام، البرانش الثاني هنا هفرضه سيتا 1. طبعا الاتجاهات هنا هتقولي الاتجاه هنا يمين، المفروض الاتجاه شمال، مش موضوعنا موضوع اتجاهات، يمين الفروض بتاعتنا هنا، الفرد او ممكن ترسمه شمال مفيش مشكله، الفرد عندي هنا هيبقى سيتا 2، يبقى هنا هتبقى سيتا 2، الانرشيا سيتا 2 تعدي الانرشيا تبقى سيتا 2، تعدي الدمبر تبقى زيرو عشان متثبته في حقل، وبالتالي هتلقى كل برانش بيدور بسيتا وحيده، سيتا وحيده في البرانش عندي. يبقى دي ترانسفير فانكشن، محتاج الريشيو كي تي على ار اي ومحتاج الكي بي. الكي تي على ار اي بجيبها ازاي؟ يبقى استدعى الكيرف بتاعي، اقول النقطه دي عباره عن تي ستيل، النقطه دي عباره عن الاوميجا نو لود عندي، وال5 فولت اللي هي الاي اي. الكي تي على ار اي بالتي ستيل على الاي اي، 5 على 5 بيساوي 1، 5 على 5 في حاله ان الوحدات صحيحه، لو الوحدات مش صحيحه بتحول. نروح بعد كده الكي بي بيساوي اي اي على اوميجا نو لود، الاي اي عندي بكام؟ ب 5، الاوميجا نو لود 600 على باي، تبقى في المقام. الكلام ده غلط مش صحيح، لان وحده الاوميجا ار بي ام، والمفروض في القانون هنا تبقى راد بير سكند، يبقى انا محتاج اعمل عمليه التحويل. يبقى الار بي ام عندي، الار بي ام هيبقى عباره عن 2 باي في 1 على 60 راد بير سكند، لان ريفولوشن دوره كامله تبقى 2 باي راد، الباي هنا 3.14 من 100 عشان تبقى بالراد. بير مينت يعني المينت في المقام، عايزها تبقى بير سكند في المقام، يبقى اضرب في 60 في المقام، لان 60 في المقام اضربها في سكند في المقام تطلع مينت في المقام الناحيه الثانيه، يبقى 60 في سكند تطلع مينت، والكلام ده كله في المقام. يبقى عندي نكتب كده، اوميجا نلود عندي هنا مديها لي بكام؟ 600 على باي ريفولوشن بير مينت، يبقى اشيل ريفولوشن بير مينت واحط مكانها ده كله، يبقى 600 على باي هضربها في 2 باي هضربها في 1 على 60، القيمه دي كلها عشان احول لراد بير سكند، القيمه دي هجيب محصلتها تطلع او اجيب الناتج تطلع 20 راد بير سكند، دي وحده الاوميجا عندي الصحيحه، وبالتالي هقسم اول 5 لاي اي على 20 تطلع 5، وبالتالي ده الثابت الثاني. محتاج الجي ام والدي ام، الجي ام والدي ام لازم ارجع للرسمه ثاني. اتفقنا ان انا دايما بنقول للبرانش المتوصل مع الموتور، دائما بنقل البرانش المتوصل مع الموتور، البرانش بتاع الموتور سيتا ام والانبوت بتاعه اي اي، يبقى هروح اقول كده جي ام ودي ام دي المحصله بتاعت السيستم اللي قدام، انت هتشتغل على برانش واحد، يبقى احط الامبيدنس الخاصه ببرانش واحد، الامبيدنس الخاصه ببرانش واحد ايه؟ هل في جي؟ في جي واحد اهي، هتكلم هنا يبقى جي واحد، تمام. في دي؟ لا، يبقى جي واحد وزيرو. هنقول ايه تاني؟ ده انا عندي برانشين، عندي برانش 2 و3، يبقى هنقول 2 لواحد و3 لواحد، لان انا شغال على واحد، يبقى هقول كده برانش 2 لواحد، يبقى احط امبيدنس بتاعت 2، مين الامبيدنس بتاعت 2؟ بص هنا، هل في جهات؟ على البرانش 2 كله، ده في جي 2 وجي 3، يبقى جي 2 وجي 3 اجمعهم على بعض. هل في جهات؟ لا، بزيرو، خلي بالك الجهات هنا بتتحط بين اقواس لانها هتضرب في ريشيو، الريشيو عندي هتبقى ايه؟ ده انت هتشتغل على برانش 2 وبرانش 1، هظلل على الترس اللي انا هشتغل عليه،
هشتغل على برانش 2 وبرانش 1، اظلل على الترس اللي انا اشتغل عليه، يبقى برانش 2 وبرانش 1 ده الترس بتاعي. يبقى اقول ان برانش 1 على ان برانش 2، ان برانش 1 اللي هي ان 1 على ان برانش 2 اللي هي جي 2، تبقى ان 1 على ان 2 متربع. تمام، فاضل مين تاني؟ ده عندي البرانش الثالث المفروض يتنقل لبرانش 1، يبقى احط امبيدانس بتاعت برانش 3. بص كده على الرسم هنا، هل في جي؟ في جي 4، في دي؟ في دي بس، في حاجه ثاني هنا مع الترس ده؟ لا، يبقى جي 4 ودي تتضرب في ريشيو. ده انت هتشتغل بين 3 ل1، يبقى مفيش اتصال بين 3 و1. يبقى اعمل ترانزيت عندي، هنقول 3 ل2 و2 ل1، يبقى هعمل كده، هنقول 3 ل2، 3 ل2، 3 ل2 يعني نشغل على برانش 3 وبرانش 2. فين برانش 3 وبرانش 2؟ ادي برانش 3 وادي برانش 2 وادي برانش 2، يبقى ده الترس اللي انا هشتغل عليه. يبقى اقول ان برانش 2 على ان برانش 3، فين ان برانش 2؟ ان برانش 2 يبقى هنا، يبقى ان 3 على ان 4، تبقى ان 3 على ان 4 متربع. بعد كده كمان هنقول برانش 2 لبرانش 1، برانش 2 لبرانش 1 يعني شغال على برانش 2 وبرانش 1، فين برانش 2 وبرانش 1؟ يبقى انا شغال على برانش 2 وبرانش 1 الترس ده. يبقى اقول ان برانش 1 على ان برانش 2، ان برانش 1 اللي هي ان 1 على ان برانش 2 اللي هي ان 2، تبقى ان 1 على ان 2 متربعه مضروبه في كل اليمنت. اعوض بالقيم من على الرسم، ابتدي احصل على القيم عندي، هسترجع ترانسفير فانكشن عندي هنا، يبقى ده الريشيو اللي عندنا زي ما انتم شايفين، وادي الثابت ابتدي اعوض عنهم، وعندي الجي ام والدي ام اعوض عنهم تطلع بالشكل ده. هقول 2 زائد ربع احصل عليها الاول اخلصها، يبقى عندي دي القيم بتاعتي. وبعد كده هاخد 3 عامل مشترك من هنا، وهيبقى الثابت هنا اقسمه على 3، هيطلع ترانسفير فانكشن عندي بشكل كده، لان 3 هنا هسحبها في البسط تبقى 1 على 3 في البسط. ايا كان، نروح للمطلوب بتاعنا، هو عايز اصلا سيتا 2 على اي اي، لكن انا جبت له سيتا ام على اي اي، يبقى ترانسفير فانكشن اللي انت جبتها مش كامله، يبقى عايز سيتا 2 بدلاله سيتا ام. نرجع تاني للرسمه، سيتا 2 فين؟ اهي، سيتا ام فين؟ اهي، يبقى انا عايز العلاقه بين الاثنين، استدعى قانون سيتا زي ما انت شايف، يبقى سيتا 2 بدلاله سيتا ام مباشر مش هعرف، يبقى اجيب سيتا 1 بدلاله سيتا ام، واجيب سيتا 2 بدلاله سيتا 1 وابتدي اعوض، يبقى اروح سيتا 1 بدلاله سيتا ام، يبقى انا شغال على الترس ده، يبقى هقول هنا سيتا 1 بتساوي سيتا ام، الان بتاعت سيتا ام بكام؟ ان 1، الان بتاعت سيتا 1 بكام في المقام؟ تبقى ان 2، يبقى عندي سيتا 1 بتساوي سيتا ام ان 1 على ان 2، وبالتالي ده انا حصلت دلاله سيتا 1 بسيتا ام، يبقى انا محتاج ارجع تاني اقول عايز اجيب سيتا 2 بدلاله سيتا 1، اجيبها ازاي؟ سيتا 2 وسيتا 1، يبقى انا هشتغل على الترس اللي هنا، يبقى اقول كده سيتا 2 هنا سيتا 1، الان بتاعت سيتا 1 بكام؟ لا، الان 3 وليست 2، انا شغال على الترس ده، يبقى ان 3 على ان 4، يبقى تطلع سيتا 2 بتساوي سيتا 1 ان 3 على ان 4، عوض بسيتا 1 من العلاقه اللي فاتت تطلع بالشكل ده، يبقى عندي ربع سيتا ام، هستدعى الترانسفير فانكشن اللي هو عايزها سيتا 2 على اي اي، عوض بسيتا 2 من فوق تبقى ربع سيتا ام، يبقى عندي كده العلاقه اللي انت شايفها اهو، هبتدي اعوض عن سيتا ام على اي اي ترانسفير فانكشن اللي انا جبتها في السلايد اللي فات، وابتدي احصل عليها تطلع بالشكل النهائي اللي انت شايفه. نروح لمثال 3، هو مثال نصي مش رسومات زي ما انت شايف، هنبتدي نقرا. هو بيقول لك ان عندي دي سي موتور ديفلوبس 55 نيوتن متر تورك، يعني التورك 55 نيوتن متر وحدته صحيح، ات سبيد يعني التورك ده بحصل عليه عند سبيد 600 راد بير سكند لما اطبق على الموتور 12 فولت، دي حاجه هجيب منها مطلوب بعد كده. تمام، بيقول لك ستيلز عنده، الستيل معناها ان التورك ستيل، تورك ستيل عندي بيبقى ايه؟ اوت ات ذس فولت، عند تطبيق هذا الفولت طلع الستيل 100 نيوتن متر اوف تورك، يعني التورك طلع 100 نيوتن، تيل يعني التورك بتاع الستيل، يعني الاوميجا عنده كام؟ بزيرو. بيقول ان الانرشيا عندي، الانرشيا والدامبنج بتاع الارميتشر كانت ب 7.3. طب هو في الرسم هنا مش حاطط لك جي ولا دي خالص، ده مديها لك نصيا، بيقول لك الانرشيا والدامبنج بتاع الارميتشر، فين الارميتشر اهو، يبقى الجي بتاعته عباره عن 7 والدي بتاعته عباره عن 3. تمام، هفرض السيتات بتاعتي الاول، يبقى سيتا ام ودي سيتا 1، البرانش الاخير هيبقى سيتا ال، سيتا ال اهي زي ما قلنا ان جي 1 هتبقى ب 7، دي 1 تبقى ب 3، ما يهمنيش الرمز اسمه ايه، لكن يهمني ان هنا مع البرانش ده في دي 1 قيمتها 7، دي 1 قيمتها 3 من الكلام اللي هو قاله، لان هو موجوده مع الارميتشر. بيقول لك فايند ذا ترانسفير فانكشن سيتا ال على اي اي، سيتا ال اهي واي اي هنا. تمام، بيقول لك لو الموتور درايفز عندي ان انرشيا، درايف يعني بيقود لود
اللود عباره عن انرشيا، الانرشيا دي قيمتها 105 كيلو جرام متر مربع، يبقى اللود ده ليه انرشيا بس، الانرشيا هسميها جي 2 105 كيلو جرام متر مربع. ممكن يقول لك انرشيا ومعها دامبر او معها دامبنج، فبالتالي لازم تضيف الدي بتاعتها لو اديها لك هنا. ده القيم على الرسم. ده في حاجه ناقصه، الكيرف، هو مش مديك الكيرف صح؟ الكيرف اجيبه ازاي؟ تعال نجيب الكيرف مع بعض. الكيرف اول حاجه برسم التي ام والاوميجا ام، فبالتالي عندي هنا في حته مهمه، هو مش مديك الكيرف لازم ارسمه. عشان ارسمه لازم ارسم خط كده، ما هو معروف العلاقه المستقيم بيبقى يصنع زاويه منفرجه، الفولت المطبق 12. طب التي ستيل عندي بكام؟ ب 100 نيوتن متر. طب النقطه دي فين؟ مش النقطه دي التي ستيل هنا؟ يبقى التي ستيل عندي ب 100. تمام، المطلوب في المساله عشان احلها لازم احصل على النقطه دي، النقطه دي مديها لي في المساله هنا لا، فلازم اتحايل على المساله عشان اجيب النقطه. بيديني 55 نيوتن متر، ده التورك عند سرعه 600 راد بير سكند. السرعه راد بير سكند وحدتها صحيحه ما فيش مشكله، والتورك نيوتن متر وحدته صحيح ما فيش مشكله. يبقى هقول كده عند ال 55 نيوتن متر ده التورك هعمل اسقاط على المستقيم ده، وقتها كانت الاوميجا عندي بكام؟ ب 600 راد بير سكند. يبقى انا عندي نقطه، والنقطه الثانيه اقدر اجيب معادله المستقيم. معادله المستقيم عندي افرضها ازاي؟ خلي بالك النقطه اللي عندي اسمها اوميجا نلود، دي اللي انا محتاجها عشان احل المساله، وبالتالي معادله المستقيم هقول تي ام بيساوي اي اوميجا ام زائد بي. هفرض معادله المستقيم بالشكل ده، ده الاي عباره عن الميل، ما تفرضوش سالب ايه، هو اوتوماتيك القيمه هتطلع سالب. اول حاجه عند النقطه دي الاوميجا بكام؟ بزيرو. يبقى عوض الاوميجا بزيرو هنا، لما عوض الاوميجا بزيرو التي بكام؟ التي ستيل ب 100، يبقى التي ام بتساوي 100 عند الاوميجا بزيرو، اوميجا بزيرو والتي ام ب 100، تطلع البي هنا بكام؟ ب 100 من اول علاقه. يبقى البي طلعت ب 100 في المعادله دي. فاضل الايه؟ اجيب الايه ازاي؟ مش عندك نقطه ثانيه اهي، الاوميجا ب 600 عند التي ب 55، يبقى التي ب 55 الاوميجا ب 600. نرجع نعوض فوق، يبقى التي ب 55 الاوميجا ب 600، البي انا جايبها من فوق ب 100، يبقى دي المعادله. فضل فيها مجهول وحيد اسمه ايه؟ اجيب الاي، طلعت سالب 45 على 600، طلعت سالب اهي ديفولت هتطلع سالب. ابتدي اعوض على الاي والبي في المعادله اللي فوق، ده كله عشان اجيب معادله المستقيم، ده كله عشان اجيب النقطه دي. ما هي النقطه اللي اسمها اوميجا نلود عندها التي بكام؟ عندها التي ام بزيرو. يبقى امسك المعادله دي، التي ام اعوض عنها بزيرو، بزيرو هنا الاوميجا ام هسميها اوميجا نلود، لان التي ام طول ما بزيرو يبقى الاوميجا اللي عندها اسمها اوميجا نلود، هتساوي 60000 على 45 راد بير سكند. يبقى كده انا حصلت على اوميجا نلود، اكن كده هو اداني الكيرف اللي قدامك بالشكل كده، دي 100 ودي 60000 على 45، اكن مساله عاديه كده. وبالتالي ده الكيرف ودي الترانسفير فانكشن عندي. اعمل ايه دلوقتي؟ اجيب الريشيو كي تي على ار ايه. اجيبها ازاي؟ ان انا اقول النقطه دي عباره عن تي ستيل، النقطه دي اوميجا نلود، يبقى تي ستيل على اي اي بتساوي الريشيو، يبقى 100 100 على 12 تطلع 833. يبقى دي اول ثابت عندي او اول ريشيو. فضل الثابت الكي بي، اجيبه ازاي؟ يبقى عباره عن الاي على اوميجا نولود، الاي ب 12 الاوميجا نولود انت حاسبها تطلع ب 9 من 1000، وبالتالي كده انا حصلت على اثنين ثوابت. فضل الجي ام والدي ام، بنقل كل الامبيدنس للبرانش الاول، البرانش الاول الخارج سي تي ام الداخلي اي اي، هبتدي اعمل جي ام دي ام زي ما احنا شارحين، انا شغال على البرانش الاول، يبقى امبيدنس البرانش الاول، امبيدنس البرانش الاول ايه؟ جي 1 دي 1 ما فيش غير، زائد هنقول برانش 2 ل 3، ما فاضل 2 و 3، هنقول 2 ل 3. طب 2 اصلا فيه امبيدنس؟ بص كده، هل في جي؟ في دي؟ لا مفيش حاجه، زيروز كله. فزيروز هتقعد تحسب الريشيو بتاعتك هتاخد وقت طويل، اصلا هي زيروز فانت ما تحسبهاش. نروح بعد كده لبرانش 3، هنقول له برانش 1، يبقى برانش 3 لبرانش 1 احط الامبيدنس بتاعت برانش 3، امبيدنس برانش 3 اللي هي جي 2 بس، يبقى جي 2 وزيرو، الريشيو اللي هي التحويل من 3 ل 1، مفيش اتصال مباشر، يبقى اقول كده 3 ل 2، 3 ل 2 يبقى انا شغال على 3 ل 2، يبقى شغال على برانش 3 وبرانش 2، يبقى اقول ان برانش 2 على ان برانش 1، ان برانش 2 اللي هي ان 3 على ان برانش 3 اللي هي ان 4، يبقى ان 3 على ان 4 متربع. بعد كده هنقول 2 ل 1، 2 ل 1 يبقى انا شغال بين برانش 2 وبرانش 1، يبقى هقول كده ان برانش 1 على ان برانش 2، ان برانش 1 ان 1 على ان برانش 2 هي ان 2 متربع. هو مديني قيم على المساله او على الرسم، ابتدي اعوض على القيم عندي بالشكل ده، استدعى سي تي ام على اي اي، ابتدي اعوض على القيم اللي انا حصلت عليها، نفس النظام بعد التعويض هاخد هنا 9.92 من 100، عامل مشترك، عامل مشترك، واخلص المعادله تطلع بالشكل ده. اسال تاني، المطلوب سي تي ال على اي اي، سي تي ال على اي اي وليس سي تي ام على اي اي، وبالتالي لازم اجيب دلاله سي تي ال بسي تي ام، فاجي هنا استدعى قانون سيتا، قانون سيتا عندي انا عايز سي تي ال بدلاله سي تي ام، يبقى وقتها هقول سيتا 1 بدلاله سيتا ام، سيتا ال بدلاله سيتا 1، يبقى نروح لسيتا 1 بدلاله سيتا ام، يبقى سيتا 1 سيتا ام، سيتا ام الان بتاعتها فين؟ تبقى ان 1 على ان 2، لان انا شغال على الترس الاول، يبقى سيتا 1 بتساوي سيتا ام ان 1 على ان 2، انا عايز سيتا ال بدلاله سيتا 1، يبقى هشتغل على الترس اللي هنا ده، يبقى اقول هنا سيتا ال هنا سيتا 1، سيتا 1 الان بتاعتها كام؟
تبقى ان 3، شغال على الترس ده تبقى ان 3 على ان 4، تطلع بالشكل ده. اعوض عن سيتا 1 من المعادله اللي فاتت، تطلع عندي 12 على 72 سيتا ام، وبالتالي سيتا 2 على اي اي، سوري دي سيتا ال المفروض تبقى هنا سيتا ال، وبعد كده هشيل سيتا ال عندي، هتبقى 12 على 72 سيتا ام على اي اي. هبتدي اعمل ايه بعد كده؟ اعوض عن سيتا ام على اي اي، اضربها في الثابت ده تطلع بالحل النهائي. واتمنى حلقه النهارده تكون استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.